السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو لنا إن شاء الله على اليوتيوب. وطبعا اللي خلاني إن أنا أعمل الفيديو ده إن في ناس كتير من أصحابي بواقع تجربتي لتربية كلاب الجيرمن شيبرد والروت وايلر هم عايزين يعرفوا إيه الأفضل. فأنا إن شاء الله هقول لكم الأفضل بواقع تجربتي يعني مع الكلبين. ألما دي سودا. ألما في ده. والله بديت. ده كلب الجيرمن شيبرد تبعي وفي كلب اللي هو الروت وايلر هنا كبيرة. فهنبدأ بكلب الجيرمن شيبرد. الكلب الجيرمن شيبرد من حيث حتة البرد والمناخ والحاجات دي فأنا شايف إن كلب الجيرمن شيبرد لو درجة الحرارة زي هنا مثلا تحت الصفر أو برد فهو كلب مناسب جدا. هو عامة الكلب ده عندي هنا هو عايش هنا في الحديقة في التلج ده والموضوع معاه كويس جدا. أما كلب الروت وايلر فبالنسبة له الموضوع هيكون صعب. أما عن حتة ذكاء الكلب فأنا شايف إن ذكاء الكلبين مستواهم بصراحة كويس جدا. بس في حتة كده في كلب الروت وايلر تقريبا هي صعبة شوية إن الكلب ده عنيد وبيحتاج تدريبات مكثفة وعشان تقدر تسيطر عليه. من أول ما يكون صغير لازم تبدأ معاه التدريبات دي. وأنا شايف إن كلب الروت وايلر صعب إن أنت تجيبه وهو في سن كبير لأن مش هتعرف تسيطر عليه. ليه بتكلم في النقطة دي بالذات؟ لأن الكلب ده قوي جدا يعني عنده جثمان عضلي قوي. فلو انت ما عرفتش تسيطر عليه لا قدر الله لو عضت حد هتكون فيها كارثة هتكون فيها مشكلة. بعكس الكلب الجيرمن شيبرد يعني سهل ان انت تسيطر عليه سهل ان انت تدربه ويتعلم بسرعة برضه. قال ما يديسه ده حتة النباح. طبعا كلب الجيرمن شيبرد بيحب ينبح كتير يعني على اي حاجة على الفاضي وعلى المليان دايما تلاقيه بيقعد ينبح يعني لانه معروف ان كلب حراسة. والروت برضو كلب حراسة بس هو مش بينبح كتير كده زي الجيرمن شيبرد. حتة الغيرة كلب الروت وايلر كلب غيور جدا يعني انا لو قعدت العب دلوقتي مع كلب الجيرمن شيبرد وما لعبتش مع الروت كلب الجيرمن شيبرد الروت وايلر هيبدا يتعصب كده ويعمل سلوك يعني مثلا سلوك الغيره ان هو مش عايز حد يشاركه في المالك بتاعه. كلب حنون جدا يعني الكلب الروت وايلر بعكس سمعته السيئه اللي الناس كلها تعرفها هو كلب كويس يعني هو عايش معاه في البيت بصراحه ما شفتش منه اي ظهور عدواني في البيت. بالعكس يعني كلب طيب جدا 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 يعني. بالنسبة للشراسة انا مش عارف الموضوع معايا بالعكس يعني الناس كلها بتقول ان كلب الروت وايلر شرس واشرس من الجيرمن شيبرد وكده بس مش عارف يعني انا عندي الروت وايلر ده كلب حنين جدا اما الجيرمن شيبرد شراسته اعلى بكتير. فهو الموضوع بيرجع للفطرة يعني للفطرة وتدريبات الكلب يعني يمكن الجيرمن انا دربته شراسة بحكم ان هو عايش في الحديقة وبيقابل يعني مواقف كتير مثلا للحراسة فهو واخد تدريبات شراسة فالموضوع معاه شرس. اما الروت وايلر للأسف يعني صفر شراسة. قال ما يديسه ده دفع دواي سيديت قال ما دواي يدسنا سيديت سيديت دواي فوت سيديت سيديت مالا ديس لي جايت لي جايت نيت سيديت قال ما سيديت فوت سيديت سيديت دواي سيديت 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 فده فيديو بسيط النهاردة عن الكلبين دول
طبعا الكلب انا اديته امره وما سمعنيش خالص يعني، ولا اداني اي كلام، اللي هو الروتويلر. بالنسبه لو انت مبتدئ ما انصحكش تماما ان انت تجيب كلب روتويلر. انا هو الكلب عندي مش عدواني او شرس، بس عنيد جدا يعني بشكل رهيب. في حته لو انت مبتدئ انا شايف ان الجيرمن شيبرد انسب كلب للمبتدئين، يعني سهل ان انت تسيطر عليه، سهل تدربه، والموضوع لذيذ يعني، بعكس الروتويلر الموضوع